سيداتي وسادتي، السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد فيديو جديد على قناتي وقناتكم إيناس بوبكري. إذا مرة أخرى تحية طيبة لجميع المقاولين والمقاولات وحاملي المشاريع اللي تيشوفونا. موضوع اليوم هو موضوع جد مهم، ألا وهو مستجدات قانون المالية 2023. وحنايا كما عهدتم هذه القناة كل عام كنخصو موضوع يعني واحد الفيديو لهذا الموضوع كيف ما درنا في سنة 2022. فسنعالج بالخصوص الجانب المقاولاتي نظرا للتوجه ديال القناة، مي بطبيعة الحال قانون المالية عرف مستجدات كثيرة ومتنوعة، سواء في مجال يعني لي بروفيسيون ليبرال او لا كذلك مجالات العقارات. فاول حاجه غادي نتكلم عليها بهذا الخصوص هي يعني الضريبه على الربح بالنسبه للمقاولات او لا لامبو سور لا سوسيتي لياس. فكما عهدنا في السنه الماضيه 2022 كان لياس مقسم ثلاثه ديال لي كاتيجوري، بحيث ان كان 10% الى كان لو ريزولتا افون امبو او النتيجة النهائية قبل اقتطاع الضريبة يعني اصغر من 300 ألف درهم، 30 مليون. كان كذلك بنسبة 20% لياس الى كانت النتيجة قبل اقتطاع الضريبة او لو ريزولتا افون امبو محصور ما بين 30 مليون درهم حتى الام يعني الام مليون درهم. وكذلك كان بنسبة 31% الى كان لو ريزولتا افون امبو اكبر قطعا يعني من 1 مليون درهم. فهذا الهامش اللي كان في قانون الماليه الماضي او في قانون الماليه 2022. خلال هذه السنه يعني خلال 2023 فهذا الهامش ديال الياس تبدل، الهامش ديال الضريبه على الربح تبدل، بحيث انه ولا يعني جوج ديال الفئات. الفئة الأولى هي 20% والفئة الثانية هي 35%. ألوغ كاع لي سوسيتي لحقوا أن ريزولتا أفون أمبو يعني اللي أصغر من 100 مليون درهم فأوتوماتيكمون كيطبق عليهم 20%. أما بالنسبة لي سوسيتي اللي حقوا واحد لو ريزولتا أفون أمبو أكبر من 100 مليون درهم فاوتوماتيكمون كيطبق عليهم واحد الياس ديال 35%. بطبيعه الحال هذا الانتقال لحقاش يعني هادي شحال كانوا لي سوسيتي اللي عندهم قل من 30 مليون كيطبق عليهم 10%. غادي تقولي لي ايناس راهم زادوا، يعني كيفاش غادي ينتقلوا من 10% ل 20%؟ فالانتقال سيكون تدريجي، يعني ماشي شي واحد اللي كان مثلا قل من 30 مليون كيخلص 10% اوتوماتيكمون غادي يولي خلال 2023 غادي يولي يخلص اوتوماتيكمون يعني 20%. لا، الانتقال سيكون تدريجي حتى الغضون 2026 وسيكون كالتالي. ف يعني في سنة 2023 غادي تكون عندهم 12.5%، في سنة 2024 غادي تكون عندهم 15%، في سنة 2025 غادي تكون عندهم 17.5%، وفي سنة 2026 غادي تكون عندهم 20%. فالناس اللي كانوا كيخلصوا 10% في قانون المالية الماضي واللي تحتمت عليهم دابا 20% فسيكون الانتقال تدريجي بالطريقه اللي قلتها لكم، يعني 12.5%، 15%، 17.5%، 20%، يعني غادي يكون على غضون 4 سنوات. فهذه هي النقطه الاولى اللي بغيتكم يعني تعرفوها كمقاولات. اما بخصوص المقاولات اللي كاينين في لي زون داكسيليراسيون اندستريال او اللي كاينين في كازا فاينانس سيتي، فهادو كانوا كيخلصوا واحد الياس ديال 15% 15%، فتا هو تحول ولا 20%، والانتقال بنفس الطريقه سيكون تدريجيا، يعني ماشي من 15 اوتوماتيكمون 20%، فغادي يكون تدريجيا كذلك حتى يوصل في غضون سنه 2026 ل 20%.
هادو فيما يخص لي سوسيتي اللي كاينين في لي زون داكسيليراسيون اندستريال وكذلك كذا فاينانس سيتي. اما فيما يخص يعني لا كوتيزاسيون مينيمال فعرفت واحد التخفيض او لا واحد لابيس بحيث انها كانت في قانون الماليه الفارض 0.5% كوم تو نورمال دو كوتيزاسيون مينيمال ولات خلال هذه السنه ولا خلال هذا القانون المالي الجديد 2023 بنسبة 0.25% كوم تو نورمال اونيفيي على لي سوسيتي، فانتقلت من 0.5% حتى 0.25% هاد لا كوتيزاسيون مينيمال فهي عرفت تخفيض. من جهة أخرى غادي نتكلم على المقاول الذاتي باسكو القناة ديالي ما فيهاش غير المقاولات فيها كذلك المقاولين الذاتيين. فالمقاول الذاتي حنا كنعرفوا ان عنده جوج ديال النسب، الا كان يعني خدام في الخدمات وما كيتعداش 20 مليون في العام فاوتوماتيكمون عنده واحد النسبه ديال 1%. اما المقاول الذاتي اللي خدام في التجاره واللي يعني ما كيتعداش 50 مليون في العام فالنسبه اللي عنده هي 0.5%. الجديد اللي ولا في المقاول الذاتي هو كيفاش مكون داك لو شيف دافير ديالو، يعني داك مجموع المبيعات ديالو كيفاش مكونه. فإلا كان هذا المقاول الذاتي كيخدم مع واحد لو كليون اكس وكيوصل معاه واحد رقم معاملات ديال 80000 درهم، هنا فين غادي يتبدل لو كالكول ديال لامبو ديالو. حنا عارفين ان المقاول الذاتي لو كالكول ديال لامبو ديالو هو صريح بمجموع المبيعات اللي هو لو شيف دافير اللي كيكون مضروب في 1% الا كان في الخدمات مثلا ولا في 0.5% الا كان في التجاره مثلا. ارانا دابا الى هذا المقاول الذاتي خدم، فبالتالي الى هذا المقاول الذاتي خدم مع لو ميم كليون ودار معاه واحد لو شيف دافير كي ديباس 80000 درهم، واحد رقم المعاملات الذي يتعدى 80000 درهم يعني 8 ديال المليون. فكيفاش غادي نحسبوا يا ترى هاد الضريبه ديالو؟ فنفترض انه دار معاه واحد لو شيف دافير ديال 12 مليون، كيفاش غادي نحسبوا الضريبه؟ غادي نشدوا 8 ديال المليون غادي نطبقوا عليها 1% مثلا في لي سيرفيس اوتو انتربرونور في السيرفيس الضريبه ديالو هي 1%، دونك 8 ديال المليون غادي نطبقوا عليها 1% غادي يخلص داكشي اللي خرج، وداك ما تبقى من ديك 12 مليون كنحيدو منها 8 ديال المليون كتبقى 4، هذيك 4 ديال المليون اللي بقات كنطبقوا عليها 30%. فهذا هو لو كالكول الجديد اللي ولا بالنسبه للمقاول الذاتي في الضريبه ديالو. يعني المقاول الذاتي الى دار مع واحد لو كليون ان سول كليون اكس ديباسا معاه واحد لو شيف دافير اللي هو 80000 درهم 8 ديال المليون ديباساها معاه، ف ديك لو سوي ديال 8 ديال المليون كنطبقوا عليه الضريبه ديال المقاول الذاتي 0.5% او لا 1%، وما تبقى ما يتعدى 8 ديال المليون فتطبق عليه 30%. هذه فيما يخص المقاول الذاتي. اما بالنسبه للجديد ديال هذا القانون الماليه بالنسبه لي زاسيورونس الناس اللي دايرين تامينات يعني محلات ديال التامينات وكذلك الابناك، فكان عندهم واحد لو طو ديال 37% في القانون الماليه 2022 ولا اكطويلمون وحاليا ولا 40%. ففوالا الاخوان والاخوات نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الجديد، حاولت نقوله بطريقه مبسطه ما امكن باش يوصلكم. كذلك كاين واحد جديد اخر هو لا روتينو ا لا سورس اللي كانت بنسبه 15% واللي غادي تولي تدريجيا كذلك حتى توصل 10%. فهنايا كذلك هناك تخفيض للمقاولين بالنسبه لا روتينو ا لا سورس. ففوالا الاخوان والاخوات نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو ديال اليوم، مستجدات قانون الماليه 2023 بطريقه مبسطه ما امكن. الناس اللي جديده على القناه مرحبا واهلا وسهلا، انا ايناس والقناه ديالي مختصه في المواكبه المقاولاتيه. الناس اللي باغيه تحجز معايا يعني حصه مواكبه عبر زوم عبر مايكروسوفت تيمز عبر جوجل ميت الى ما غير ذلك، فما عليها الا انها
تكونتاكتني في الرقم المتواجد لتحت صندوق الوصف، وانا غادي نتسناكم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ديالي، لينكدين الا بغيتو تلتحقوا بلو ريزو بروفيسيونيل ديالي، كذلك انستغرام وفيسبوك صفحه رسميه وليس بحساب تحت نفس تسميه القناه انس بوكري. شكرا على المشاهده حتى النهايه، دمتم في رعايه الله وحفظه.